أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مصر أصبحت خالية من الملاريا، وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية في مجال الرعاية الصحية. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول، أضاف دكتور عوض تاج الدين أن مصر أدركت قيمة وأهمية التوجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي، ومنها إنشاء مدينة الدواء والتي عملت على توطين صناعة الدواء الحديثة في مصر. ما شهدته مصر خلال الفترة اللي فاتت في الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر، ونحن عشنا فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي و مشاكله التي كانت لا تنتهي وأيضا سوف تستمر، لأن احنا طبعا السكان بيزيد بطريقة مضطردة وهذا متوقع. إنما سيادتك اللي حصل في مصر، وهذا ليس رأي شخصي أو رأي مصري، إنما هذا بشهادة العالم كله. ما حدث في مصر أثناء أزمة كورونا، ثم ما تبعها من أزمة روسيا أوكرانيا، ثم المشاكل المتوقعة القادمة، يدل على فكر صائب وثاقب وعلى إرادة فولاذية، إرادة سياسية لم تحدث في دعم القطاع الصحي في مصر.